النائب نعمة فريم يطلق أول آلة للتنفس الاصطناعي صنعت في لبنان. تقرير كاترين نصر. لا آخر نفس في مواجهة الكورونا، شعار أطلقه النائب نعمة فريم خلال إعلانه عن الانتهاء من تصنيع أول جهاز تنفس اصطناعي في لبنان. فريق طبي وهندسي كثف العمل ليل نهار على مدى أسبوعين للخروج بالنتيجة المرجوة. بالموجود بلبنان من سنسورز ومن فالفات اللازمة قدروا يعملوا هالمكانة، ولكن هلأ طلبات حتتخذ من بكرة تبلشوا يجي قطع على لبنان، وحنجرب يصير نقدر ننتج تقريبا 10 بالنهار بس تدعي الحاجة. أكيد رح ندخل بمرحلة تجارب بالمستشفى بعد جمعة أو جمعتين لنكون جاهزين للتصنيع الكامل. طموح أنه هيدا في كل المواد يلي بتستعمل بأكثر تطور المكنات. هيدي المكنة عملت بمعايير عالمية وفيها أكثر من 5 مود للفنتيليشن، منها البريشر كنترول والفوليوم بريشر كنترول، فيها اد ريسبيراتوار يعني بريشر سبورت، وممكن المريض يتنفس لوحده على المكنة. يعني المكنة ممكن تطلع برات الاي سي يو مثل ما هي بدون ما نفكها على المريض، وفيها أوتونومية من ناحية الكهرباء ومن ناحية الأكسجين ومن ناحية الهواء. فريم تحدث عن دور وزارة الصناعة في الموضوع. فإذا وزارة الصناعة عم تلعب دور أساسي بالتنسيق، عم تكون هي عم تحط فريق يكون مثل ما بقولوا ثالث غير نحن، فريقنا الطبي والهندسي والوزارة فريق ثالث من أخصائيين تقدر تنظر إلى هذا الابتكار أو غيره. ما بتنتهي العملية إلا ما يكون مع بقلب مستشفى بعد كذا يوم يقولوا الأطباء أنه ارتاحوا. هذا ومن المقرر أن تبدأ التجارب الأولية للآلة في الأيام المقبلة في مستشفى سيدة لبنان، ليبدأ بعدها توزيعها على باقي المستشفيات إذا دعت الحاجة.